كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. يمكن أهم عالم نباتات في القرون الوسطى كان ابن البيطار. ابن البيطار ده هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد المالقي، نسبا إلى مدينة مالقة بالأندلس اللي ولد فيها، ولد حوالي 1197 وتوفي في دمشق 1248. بدأ حياته العلمية في الأندلس، وانتقل في أول شبابه إلى المغرب، فزار مراكش وزار الجزائر وزار تونس. راح هناك كباحث وكدارس وكمحاور للباحثين اللي بيشتغلوا في علم النبات. وبعد كده انتقل إلى آسيا الصغرى مرورا بأنطاكيا، ومنها راح إلى سوريا، وبعدين نزل منها على مصر والحجاز وغزة والقدس وبيروت، وراح بلاد اليونان، وصل إلى أقصى بلاد الروم. وكان في كل محطاته مثال للعالم الباحث في علوم النباتات والأدوية. الحقيقة ابن البيطار ساب لنا حاجات مهمة، ويعتبر كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المعروف بمفردات ابن البيطار من أفضل وأهم الكتب النباتية وأشهرها. والحقيقة وألفه بعد دراسات عميقة جدا وبعد زياراته لكل البلاد اللي قلت عليها دي، وأودع فيه كل التجارب والمشاهدات في فترة طويلة من الأبحاث ومن السفريات. البيطار كان بيبني كل حاجة على البحث والتنقيب وعلى التجربة والمشاهدة، ما كانش مجرد بياخد بكلام الناس. وبالتالي أصبح الكتاب بتاعه كتاب أساسي ومهم، ويعتبر مرجع في كل فترة القرون الوسطى للشروح المفصلة لعدد كتير من الأدوية. بيقولوا إن كان في أكتر من 1400 دواء ما بين نباتي وحيواني ومعدني، ومنها 300 دواء جديد من ابتكار ابن البيطار. اعتمد فيها في مؤلفاته على أكتر من 150 كتاب، بينها 20 كتاب يوناني. فإذا أرى كل القديم ولكن أضاف عليه من تجربته الخاصة. وعلى فكرة في قراياته القديم دون الشروح بتاعته على كل اللي شافه قبل كده وبعد كده. ابن البيطار عرض طريقة مبسطة للمعلومات بتاعته، حط الأدوية اللي تعالج كل عضو من أعضاء الجسم في ترتيب مبسط وبطريقة مختصرة مفيدة للأطباء ولطلاب الطب. وأهم حاجة برضو عملها ابن البيطار أيضا هو شرحه لأدوية كتاب الحشائش، اللي هو الكتاب الشهير بتاع ديسكوريدس، واللي ترجم إلى اللغة العربية في القرن التاسع الميلادي. وعمل قاموس ما بين اللغة العربية واليونانية والسريانية والبربرية لشرح الأدوية النباتية والحيوانية. ده حتى له كتاب مهم في التداوي بالسموم. ابن البيطار ترك لنا زاد كبير. ابن البيطار علم علامة فارقة في علوم النباتات والأعشاب. ابن البيطار بين عظمة العلم الإسلامي في القرون الوسطى.